أنتم تظنون العلم أنه حصل بيوم وليلة أو بمطالعة كتاب أو لا، العلم يحتاج إلى بذل، لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، هو يؤخذ دفعة واحدة ولا يؤتى من أعلاه، يؤخذ شيء فشيء على مسألة مسألة. نعم. وكل من كان يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. يقول اطلع على شبهاتهم علشان ما تغتر به، اطلع عليها وألم بها. هذا في دليل على أنه يجب على طالب العلم يدرس شبهات المخالفين من أجل أن يعلم حقيقة ما عندهم، لأن لا يغتر بها ولا يقتصر على معرفة الحق فقط، بل يعرف الحق ويعرف مضاده حتى لا يلتبس عليه فيما بعد، لا يلتبس عليه فيما بعد. والله جل وعلا ذكر في القرآن الحق والباطل وضرب الأمثلة لأجل أن الناس، ولذلك العلماء يذكرون في كتب العقائد مذاهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية. هل يذكرون هذا لأنه صحيح وأنهم يحبون هذا؟ لا، يذكرونه ليبينوا زيفه وبطلانه حتى لا يغتر به أحد. بعض الناس يقول لا، أنا يكفيني أن يعرف الحق بس. لا، ما يكفي أنك تعرف الحق، لابد تعرف الحق وتعرف الباطل. ولهذا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله جل وعلا يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة ولتستبين سبيل بالفتح، تستبين أيها الرسول سبيل المجرمين. لا بد أنك إذا عرفت الحق تعرف ما يضاده من أجل أن تقوم ضده ولا تغتر به وتنبه عليه. نعم. لكن لا تروح للباطل وتدرس الأشياء دي قبل تعرف الحق، لا بد أولا تعرف الحق ثم بعد ذلك تدرس شبهات هؤلاء. أما أنك من الأول تبدأ بعلم المنطق وعلم الكلام ينطلي عليك وتظنه هو الصحيح، وبعدين يصعب عليك الخروج منه. لكن لو صار عندك مضاد ومقاوم ونور يكشف لك الطريق، فتسلح أولا بالعلم الصحيح ثم اطلع على الباطل من أجل أن تكشفه وترده. نعم. ولذلك والله أعلم ما جاء يعني في وقت الشيخ وبعده ما جاء مثله في الإحاطة بمذاهب الناس، ولذلك استطاع أن يرد عليهم ردا مفحما، لأنه سبر مذاهبهم وأقوالهم وشبهاتهم، حتى إنه يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونهم من مذاهبهم. فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا بعد العناية وبعد الصبر وبعد التحمل وبعد طلب العلم الصحيح. ما جاء هذا عفو الخاطر ولا جاء وحي من الله ولا، هذا جاء بالتعلم.